Hi there, I and my buddy Joe English are sending our regards. Today, we will do revision 9 for second year secondary English related to uh, past perfect. We will explain extra points uh, on the past perfect. هنعمل شرح ليه الماضي التام، uh, بعض النقاط برضو ليه اه في ال, uh, الماضي التام، وبعدين هنحل تمرينات على ذلك، فتابعون. Okay. <coughs> Alright. طيب احنا قال يعني شرحنا قبل كده ان الماضي التام او الباست Past Perfect بيتكون من هاد plus the past participle of the verb. اوكي؟ okay? مثلا she had finished her homework before she went out. دايما الماضي التام بيعني بي ان حدث تم وانتهى في الماضي قبل حدث اخر. يعني زي ما قلنا دلوقتي she had finished her homework خلصت الواجب بتاعها before she went out وقبل ما تخرج. يبقى الحدث الاول في الماضي التام والحدث الثاني في الماضي البسيط وده بتتكرر كتير في الامتحانات انه يجيب لك جمله فيها حدثين وبتختار الحدث الاولاني في زمن ايه او الحدث الثاني في زمن ايه تمام او قلنا برضو استخدام او معنى الماضي التام ان هو حدث تم وانتهى قبل حلول وقت معين في الماضي يعني مثلا by بي 5 p.m. بي yesterday I had read 5 novels أو 5 stories بحلول الساعة الخامسة أمس انتهيت من قراءة مثلا five stories I had read five stories طيب وهكذا الوقت احنا هنتكلم عن الماضي التام مع بعض الرابط اللي هي no sooner than و hardly when و scarcely when وازاي بنجيب الماضي التام وال past simple الماضي البسيط لو جاء بدأ الجملة ب no sooner ممكن استخدم had وبعدين subject وبعدين الباست بارتيسيبل وبعدين اقول ذان والماضي البسيط ايه ايه الغريب او الجديد في التركيبه ديت ان لو تلاحظ ان هاد جاي قبل الايه قبل الفاعل هاد جاي قبل الفاعل وبالتالي اللي يشوفها يقول ده دي تركيبه سؤال مش جمله خبريه يعني لما نيجي نقرا نقول نو no سونر هاد مروه فاوند ذا ماني ما بقولش نو no سونر مروه هاد فاوند لا نو سونر هاد الاوكسيلري الاول قبل الفاعل وبعدين تصريف التالي. طبعا دي حاله استثنائيه، هو المفروض ان التركيبه دي بتيجي في السؤال، لكن لما نبدا الجمله ب نو سونر او هاردلي او سكيرسلي يبقى التركيبه دي بنخليها زي تركيبه سؤال بس في الاخر الجمله نحط في الستوب عادي. نو سونر هاد مروه فاوند ذا ماني، ذان شي ريبورتد ذا بوليس، او ريبورتد تو ذا بوليس. يعني بمجرد ما هي وجدت الفلوس يعني وجدت فلوس يعني في مكان she reported then she reported to the police يعني بلغت الشرطة على طول يبقى الجزء الأولاني في الماضي التام بس had جاء قبل الفعل يبقى had مروة found والجزء الثاني اللي هي بعد then الماضي البسيط اللي هي report طيب هل ممكن أستخدم الماضي البسيط في الجملتين آه يبقى ممكن أقول no sooner did زائد subject زائد الايه الفعل يبقى أقول no sooner did مروة find the money اوكي خلي بالك انا بستخدم ديد و find. يعني ما بقولش نو سونر مروه فاوند لا اكني بعمل تركيب السؤال بالظبط ديد مروه فايند احنا واحنا بنسال سؤال هل مروه وجدت الفلوس اقول ايه ديد مروه فايند يبقى التركيبه تركيبه سؤال برضه لما ابدا بنو سونر او هاردلي او سكيرسلي واقول ديد مروه فاين اكمل بقى فايند ذا ماني ذان شي ريبورتد تو ذا بوليس يعني الجديد في التركيبة دي يا جماعة إن هي أكنها تركيبة سؤال لو بدأنا الجملة بنو سونر no أو هاردلي أو سكيرسلي عندي اختيارين يا إما أجيب هاد وبعدين السبجكت والباس بارتيسيبل أو أجيب ديد وبعدين السبجكت والفعل في المصدر وبعدين أقول ذان أو وين وبعدين الباس سمبل في الجملة الثانية نقول كده مثال على بعضه No sooner had Marwa found the money than she reported the police الجزء الأولاني ماضي تام بس فيه عملية تقديم وتأخير ان الفعل المساعد قبل الفاعل. اوكي؟ والجزء الثاني من الجملة ماضي بسيط شي ريبورتد. طب المثال الثاني نو سونر ديد أخليها بقى ماضي بسيط وماضي بسيط. نو سونر ديد مروة فايند بس دي حالة خاصة بستخدم فيها كأني بستخدم تركيبة سؤال. يبقى نو سونر ديد مروة فايند ذا ماني ذان شي ريبورتد ذا بوليس. طيب لو جاد الكلمات في أول الجملة آه اللي هي نو سونر وهاردلي وسكيرسلي بتبقى التركيبه زي تركيبه سؤال لكن لما بتيجي السبجكت ابدا بيه في الاول يبقى مروه هاد هاردلي فاوند ذا ماني يبقى هاد فاوند ذا ماني عادي بس بجيب هاردلي في النص بقى يبقى تركيبه عاديه تركيبه جمله خبريه الفاعل وبعدين هاد وبعدين بدل ما اجيب التصريف الثالث بجيب ما بينهم يعني ما بين الفعل المساعد والتصريف الثالث اللي هي no sooner و hardly وهاردلي scarcely دي في الحاله ايه؟ في حاله ما هبدا بالفاعل. يبقى مروه had hardly found the money when she reported the police. تاني مروه had hardly found the money when she reported the police. طب لو حبيت اجيب no sooner اقول مروه had no sooner found the money than she reported the police. يبقى لو هبدا الجمله بالسبجت هخلي التركيبة تركيبة جملة خبرية عادية لكن هحط no sooner أو هاردلي أو scarcely ما بين الفعل المساعد والتصريف الثالث. فدي تركيبة غريبة شوية بس لازم نبقى عارفينها يعني. طيب هل ممكن استخدم مثلا حرف جر زي on وبعدين استخدم فعل فيه ing جي يعني استخدم جراند اه اوكي يعني اقول on زائد فعل مضاف ing ان وبعدين اقول when زائد الايه يعني مثلا On looking at the question, I knew the answer يعني بمجرد ما بصيت على السؤال عرفت الإجابة أكيني بالضبط بقول When I looked at the question, I knew the answer يعني استخدام الجرن بعد حرف جر في أول جملة أكيني بالضبط بقول When زائد جملة يعني complete clause When I looked at the question يبقى إذن التركيبة التانية اللي إحنا عايزين نقولها on زائد الجرند اللي هو أو on زائد فعل مضاف له ING الجملة الثانية بكملها عادي. طيب نمبر 3 ممكن أستخدم by وبعدين فترة في الماضي وبعدين أستخدم الماضي التام لأن إحنا قلنا الماضي التام بيكون حدث تم وانتهى قبل حلول وقت معين في الماضي. by yesterday يعني بحلول أمس he had applied for the job كان قد قدم على الوظيفة خلاص تم تقديمه وانتهى الوضع وانتهى هذا الحدث. بحلول أمس أوكي؟ okay. يعني قبل ما امس يجي او مجرد ما امس جه كان هو خلاص قدم على هذه الوظيفه يبقى احنا قلنا اصلا من تعريفات الماضي التام أنه هو حدث تم وانتهى قبل حلول وقت معين في الماضي ممكن اقولها بطريقه ثانيه باي 7 بي ام يسترداي بحلول الساعه 7 مساء هي هاد ابلايد كان كان قدم على الوظيفه بالفعل يبقى تقديمه على الوظيفه حدث قبل حلول الساعه السابعه مساء بالامس اوكي okay. طيب اقول مثال اخر او او اقول تركيبه تانية اللي هي اربعه اقول هافينج زائد التصريف الثالث بدل ما اقول كومبليت كلوز يعني جمله كامله ممكن استخدم هافينج زائد التصريف الثالث ودي معناها أكيني بالظبط اقول افتر وبعدين الباست بيرفكت يعني ايه هافينج بوكت ذا تيكتس comma اي توك ذا ترين تو معناها after I had booked بعد ما حجزت التذاكر كما I took the train to Asyut يبقى أنا عندي اختيارين يا إما أقول after I had booked يعني after وأجيب بعدها جملة كاملة فيها الماضي التام يا إما أستخدم having زائد التصريف الثالث مرة واحدة يبقى دي من استخدامات الجيرند في التراكيب دي تركيب الجيرند في الأول تحل محل الجملة الكاملة اللي فيها after وبعدين زمن الماضي التام اوكي okay. طيب في عندي تركيبه اخرى اللي هي رقم خمسه اللي هي ايه بقى؟ It was only when او it wasn't until وبعدين اجيب ماضي تام وبعدين ذات وبعدين ماضي بسيط. هل يا جماعه لازم اقعد احفظ كل التراكيب ديت؟ لا انت مع الحل التمرينات والحاجات هتبقى انت عرفت هذه التركيب. فانت يا ريت الناس ما تجيبش التركيبه بتاعت نو no سونر وهاردلي وسكيرس تقعد تحفظها الاول قبل ما تحل التمارين لا انت اقرا القاعده مره او مرتين وبعدين ادخل على التمارين ومع حلك للتمرينات والأسئلة المختلفة هتثبت الموضوع في ذهنك يعني. يعني مثلا أقول it was only when he had finished his work that he helped me. يعني اللي حصل الأول he finished أو he had finished his work وبعدين he helped me. كأن بالظبط أقول after he had finished his work he helped me. بس دي طريقة تانية يعني. يبقى بدل ما اقول after he had finished his work he helped me ممكن اقول it was only when he had finished his work that he helped me أو أقول كمان it wasn't until وبعدين أجيب ماضي بسيط ماضي تام وبعدين that وماضي بسيط زي إيه it wasn't until he had finished his work that he helped me من نفس المعنى برضو معناها after he had finished his work he helped me زي ما قلت مش مفيش داعي تحفظ التركيب دي كلها مرة واحدة اقراها بس مرة وبعدين روح للتمرينات ومع حل الأسئلة هتفتكر كل التراكيب دي طيب استخدامات اخرى للماضي التام مثلا في حاله الايه الشرط اللي هي الحاله الثالثه مع اف if. if our team had played well yesterday comma they would have won the cup تمام يبقى ممكن يجي زي ما احنا قلنا ان اف بيجي بعدها الماضي التام اللي هي الحاله الثالثه والجمله الثانيه اللي هي جواب الشرط would زائد have زائد التصريف الثالث مثال اخر if i had مثلا studied well i would have Uh, got high marks واحد بي بيقول يعني لو كنت ذاكرت احسن او كويس اكتر من كده او بجديه كان زمان جبت آه درجات افضل يعني طيب الحاله رقم اثنين بعد wish و أونلي only للتعبير عن الندم او اللوم I wish I had studied harder last year يبقى I wish I had studied معناه أنه ما ذاكرش هو بيقول اتمنى اكون قد ذاكرت كويس السنه اللي فاتت اوكي طيب حاله ثالثه بعد I'd rather في حالة وجود فاعل بعدها لتعبر عن اللوم والندم برضو I'd rather you hadn't done that أتمنى أن أنت ما تكونش عملت كده يعني I wish you hadn't done that أوكي okay? يعني مثلا أب بيقول لابنه I wish you hadn't مثلا wasted your time أن أنت ما ضيعتش وقتك أو I'd rather you hadn't wasted your time I'd rather you hadn't wasted your time معناها I wish you hadn't wasted your time كده خلصنا بعض التراكيب اللي بيجي فيها الماضي التام زي ما قلت لكم مش عايزين نقعد نحفظ تراكيب كده وخلاص احنا هنحل تمرينات مع بعض وهتثبت هذه التراكيب في ذهننا لما نحل مع بعض طيب اول جمله we couldn't get a table because we won in advance يبقى because we we hadn't booked one in advance يبقى الحدث الاولاني ان احنا لم نحجز مقدما hadn't booked in advance النتيجه وي كودنت جيت تيبل ما قدرناش نحصل على طاوله او ترابيز يعني مثلا مطعم مشهور فاذا انت ما حجزتش ترابيزه من مقدما يعني هتقول له مثلا بكره انا عايز ترابيزه عشان العشاء الساعه كذا هتروح وتلاقي نفسك مش قادر تحصل على ترابيزه او طاوله لان المكان مزدحم تمام يبقى الحدث الاولاني هاد بوكت زي ما احنا قلنا في الماضي التام او مثبت او منفي حسب المعنى والنتيجه بتاعته او الحدث الثاني couldn't get, ادي في الماضي البسيط، لم نحصل على تيبل يعني او ترابيز، يبقى اذا الإجابة سي had not booked. طيب الجملة رقم اثنين when I arrived at the employment agency, 20 other people before me. يبقى إيه؟ had arrived لما أنا وصلت لشركة التوظيف كان في 20 واحد وصل قبل مني. يبقى اللي وصل الأول نخليه في الماضي التام had arrived اللي هي A. إيه? وبعدين I arrived في الموضوع البسيط بعد ذلك. طيب السؤال رقم ثلاثة I saw the most people the party when I went there I didn't see them. يبقى I saw that most people had already left the party had already left يعني غادروا خلاص انتهوا وخلصوا الحفلة ومشوا when I went there لما أنا إيه وصلت يبقى الحدثين إن الحفلة بدأت والناس غادرت الحفلة أو بدأت في المغادرة وأنا إيه وصلت. يعني واحد أنا وصلت متأخر فالناس كانوا بدأوا يغادروا يبقى أقول إيه هاد ااا uh, 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 يبقى في الحالة الثالثة هاد أوريدي left اللي هي دي. لأن إحنا قلنا الحدث الأولاني أخليه في الماضي التام هنا هاد أوريدي left طيب الجملة أو السؤال رقم أربعة It would have been better if you heard the truth. يبقى if you had told her. يبقى كان ممكن يكون أحسن لو أنت قلت لها الحقيقة يبقى if you had told her the truth يبقى بأربعة we had told طيب الجملة رقم خمسة uh, type the report uh, the secretary handed it to the manager فإحنا هنا ممكن نستخدم على طول الجرند uh, يحل محل after وجملة كاملة بعد يبقى having typed the report معناه after she had typed the report إيه اللي حصل؟ the secretary handed it to the manager. يعني هي كتبت الريبورت الأول يخليها في الماضي التام وبعدين الجملة الثانية في الماضي البسيط handed. طب أنا ما عنديش جملة كاملة في في الجزء الأولاني يبقى بدل ما أقول after she had typed ممكن أستعيد عن ذلك أقول إيه؟ having typed. يبقى having typed هي نفس معنى after she had typed the report. يبقى إذا having إيه الإجابة الصحيحة. وزي ما قلنا إحنا ممكن نستخدم الجيرند كفاعل للجملة لأن هي الجرند يعامل معامله النون او الاسم وبالتالي ممكن يكون فاعل في الجمله. طيب الجمله رقم سته No sooner he stepped on the foot than he apologized to me. اوكي؟ okay, on my foot. يبقى no sooner had he stepped. احنا قلنا ان لما بجيب no sooner في الاول بعمل تقديم وتاخير الفعل المساعد قبل الفاعل. يبقى had he stepped كانها تركيبه سؤال لكن هي جمله خبرية. يعني بمجرد ما داس على رجلي ايه اللي حصل؟ هي apologized هو اعتذر ليا يبقى no sooner had he stepped هي اكن بالظبط بيبقى الجمله uh, when he had stepped او after he had stepped on my uh, foot he apologized to me يبقى اذا بي had الاجابه الصحيحه طيب نمبر 7 in a big city before you moved to alexandria يبقى had you worked بيج سيتي يبقى سي ده بقى سؤال عادي اهوت الفعل المساعد قبل الفاعل وبحط كويشن مارك في اخر السؤال هل اشتغلت في مدينه كبيره قبل ما تنتقل الى الاسكندريه؟ يبقى في عندي برضو حدثين هو بيسال هل انت اشتغلت يبقى هاد worked في الماضي التام قبل ما موفد قبل ما تنتقل لاسكندريه الحدث الثاني هو الانتقال لاسكندريه فبنخليه في الماضي البسيط يبقى الجمله اللي فيها حدثين أو حتى لو سؤال بيسأل عن حدثين، الحدث الأول في الماضي التام اللي هو had you worked والحدث الثاني في الماضي البسيط اللي هو moved طيب السؤال رقم 8 بيقول my cousin to a big city before he visited Cairo, had never been ده برضو عمره ما زار مدينة كبيرة قبل ما يزور القاهرة ففي حدثين هو ما زارش مدينة كبيرة وبعد كده زار القاهرة، تمام؟ يبقى هاد بين ديت مثال أهو في في الماضي التام سواء مثبت أو منفي على حسب المعنى. يعني هو كان زار مدينة كبيرة كنت أقول هي هاد بين تو ا بيج سيتي، لكن هو ما زارش يبقى هي هاد نيفر بين أو أو ممكن أقول هي هادنت بين تو ا بيج سيتي. يبقى إذا دي الإجابة الصحيحة. طيب سؤال نمبر 9. We weren't allowed to take the plane because we the tickets. We had forgotten. إحنا لم يسمح لنا إن إحنا نصعد للطائرة لأن إحنا نسينا التذاكر، يبقى الحدث الأولاني نسينا التذاكر في الماضي التام had forgotten والحدث الثاني were not allowed اللي هو في الماضي البسيط بس مبني للمجهول. يبقى had forgotten دي الإجابة الصحيحة. طيب السؤال رقم 10 بيقول hardly had he found a good job يبقى then he told his father يبقى a then هي المستخدمة ولا ولا when لا هنا ممكن اقول عشان هاردلي ما هياش نو سونر يبقى وان هاردلي هاد هي فاوند ا جود جوب وين هي تولد هيز فادر ذان اللي بتيجي مع نو no سونر لكن وان هي اللي بتيجي مع هاردلي يبقى سي وان الاجابه الصحيحه ونلاحظ ان هاردلي هاد هي فاوند اكني بقول بالظبط after he had found a good job بعد ما حصل على وظيفه كويسه he told his father uh, اخبر والده يبقى حصوله على الوظيفه الاول الحدث الاول يبقى في الماضي التام والحدث الثاني طالد في الماضي البسيط يبقى هنا الإجابة الصحيحة C لأن زي ما قلنا hardly بيجي معاها when طيب number 11 when I got to school the first lesson uh, I missed the start يعني في حدثين أنا وصلت المدرسة وكان الدرس بدأ بالفعل يبقى had already begun يبقى خليها في الماضي التام لأن الحدث ده تم الأول إن الدرس بدأ وبعدين أنا وصلت متأخر شوي يبقى had already begun ايه الإجابة الصحيحة؟ شوف السؤال نمبر 12. مع كتر حل التمارين والأسئلة هتفتكر التركيب كلها زي هاردلي uh وبيجي معاها وين ونو سونر يجي معاها ذان وبعدين بقى في تقديم وتأخير بجيب الفعل المساعد قبل الفاعل كأنها تركيبة سؤال وإلى آخره، الحاجات دي كلها مع التمارين هتبقى واضحة زي ما إحنا شفنا. طيب 12 I asked Ali about Luxor because he there. يبقى he had already been there. لأنه يعني راح بالفعل هناك يبقى علي له خبرة يعني أنه راح الاقصر قبل كده يبقى had already been في الماضي التام وبالتالي I asked Ali أنا سألته على المدينة يبقى he had already been ديت في الماضي التام الحدث الأولاني أن علي كان في الأسر أو راح الاقصر قبل كده والحدث الثاني أن سألته يبقى في الماضي البسيط الحدث الاول في الماضي التام والحدث الثاني في الماضي البسيط يبقى بايه الاجابه الصحيحه سؤال نمبر 13 رامي واز هانجري بيكوز هي اني ثينج اول يبقى هادنت ايتن يبقى اول حاجه انه ما اكلش حاجه هادنت ايتن في الماضي التام والنتيجه واز هانجري في الماضي البسيط يبقى هادنت ايتن دي الاجابه الصحيحه طيب السؤال نمبر 14 Uh, after in the company for 10 years he left it after working و ممكن على طول استخدم بعد after او before gerund يعني فعل مضاف له اي كاني بقول بالظبط after he had worked بس ما اقدرش اقول had worked see لان ما فيش عندي بعد after فاعل ما فيش فاعل زي هي او شي او غير يبقى في الحاله ديت لازم اجيب الجيرند بس مباشره after working in the company for 10 years he left it يبقى اذا دي working الإجابة الصحيحة. طيب السؤال نمبر 15 بيقول the police had solved the problem before many people the protest يبقى joined the protest يبقى في حاجتين had solved تم الحل الأول وبعدين joined في الماضي البسيط يبقى had solved تم حل المشكلة قبل ما people joined. يبقى في الماضي البسيط اول حدث في الماضي التام ثاني حدث في الماضي البسيط يبقى A joined الإجابة الصحيحة سؤال رقم 616 بيقول لي <applause> they all the doors before they left يبقى they A إيه؟ they locked طالما ما فيش ماضي تام هنا يبقى استخدم الماضي البسيط يعني قبل ما يمشوا هم قفلوا أو يعني قفلوا الأبواب بالمفتاح يبقى locked دي الإجابة الصحيحة. طيب السؤال نمبر 17 ريهام did not want to see the film again because she said she ate the previous week. يبقى had seen it. يبقى هنا أصل الكلام المباشر she saw أو I saw the movie أو the film وإحنا بنعمل له reporting يبقى she had seen. الماضي البسيط بيبقى ماضي تام يبقى سي الإجابة الصحيحة. طيب السؤال 18 I didn't want to have lunch because I with my friends. يبقى I had eaten. أنا أكلت مع أصدقائي ده الماضي التام وبعدين I didn't want to have lunch الحاجة التانية ما مش عايز بقى أتناول الغداء لأن أنا أكلت مع أصدقائي بالفعل. يبقى الحدث الأول في الماضي البسيط في سوري في الماضي التام had eaten وبعدين الثاني الحدث الثاني في الماضي البسيط. يبقى B الإجابة الصحيحة. سؤال نمبر 19 بيقول the children were not allowed to watch TV because they their homework they hadn't done هم ما عملوش واجبهم hadn't done the homework يبقى ماضي تام التحدث الاولاني وبالتالي were not allowed to watch لم يسمح لهم يتفرجوا على التلفزيون يبقى ماضي بسيط مبني للمجهول يبقى hadn't done دي الاجابه الصحيحه. طيب السؤال نمبر 20 عمر came to the theater because he the play before يبقى he hadn't seen. عمر جه ده الحدث الثاني ويبقى كيم في الماضي البسيط للمسرح ليه؟ لانه ما شافش المسرح قبل كده يبقى هادن سين في الماضي التام الموضوع سهل جدا يا جماعه احنا محتاجين بس نحل بعض التمرينات زي ما احنا حلينا كده عشان نفتكر القاعده دي. الماضي التام هو حدث بيحدث في الماضي وينتهي قبل حدوث زمن تاني في الماضي البسيط زي ما احنا شفنا في الامثله وفي بعض التراكيب زي نو سونر بيجي معاه ذان وهاردلي بيجي معاها وين وفي وفي الحالتين دول آه بيحصل تقديم وتاخير يعني اجيب هاد قبل الفاعل اللي هو السبجكت وبعدين اجيب التصريف التالت. اوكي؟ ان شاء الله تابعونا في الفيديوهات القادمه هنحل او يعني هنشرح اجزاء اخرى من القواعد او القصه او اجزاء من المنهج وبعدين هنحل على تمرينات عشان تتضح فتابعونا ونتمنى التوفيق لجميع الطلاب.